الرحيم، الإخوة الزملاء، محامي مصر، الزميلات والزملاء الأعزاء من الوطن العربي وإفريقيا، أبنائي الأعزاء من شباب المحامين، تحياتي إليكم جميعا. نلتقي اليوم إن شاء الله في حلقة متنوعة وموضوعها مختلف، وهي موضوع هام جدا وخطير للوصول بدعواك إلى بر الأمان، ونتحدث فيها عن تعديل الطلبات. ومفهوم ذلك أن ترفع الدعوة وحال نظرها وتداولها أمام المحكمة ترى أنه في مصلحة المدعي أن الطلبات الختامية في الدعوة غير كافية لإنتاج أثرها في تحقيق مصلحة موكلك، ولا بد من تغيير هذه الطلبات حتى تكون دعواك منتجة الأثر القانوني في تحقيق مصلحة موكلك التي أقمت عنها الدعوة. هذا هو المفهوم والمقصود من حلقة اليوم، وذلك يكون كالآتي: أثناء نظر الدعوة تتقدم في الجلسة للمحكمة بطلب تعديل الطلبات الختامية في الدعوة من الوارد بالصحيفة الأصلية بالدعوة إلى الطلبات التي تبديها جديدة. الكلام ده طبعا لما بنقول أثناء نظر الدعوة بتتقدم بطلب، مش بطلب مكتوب، أنت بتتقدم بطلب شفاهة لرئيس المحكمة بيثبته سكرتير الجلسة في محضر الجلسة، لأن بعد كده المحكمة بتأجل الجلسة لإعلان خصمك بصحيفة تعديل الطلبات. وننبه إلى أن تعديل الطلبات لا علاقة له بتصحيح شكل الدعوة الذي سوف نتناوله في حلقة أخرى إن شاء الله. المهم في إطار حلقتنا أن نريد تعديل الطلبات الختامية التي ستقضي المحكمة بها، وهي ما طلبه المدعي قانونا إما بالقبول أو الرفض حسب تقدير المحكمة في ذلك. ونوجه إلى أهمية ذلك في الطلبات الختامية في حلقتنا السابقة، رجعوها، حيث لا تقضي المحكمة من عندياتها بل بما يطلبه الخصوم. وأنت ترى في مصلحة موكلك ولإنجازها بالصورة المطلوبة لتحصل على الحكم لصالح موكلك بحقوقه المقام عنها الدعوة ضد خصمه أن تعدل الطلبات نحو ذلك. ولكن تعديل الطلبات في الإطار المقام عنه الدعوة ووفقا لما اشترطه القانون مثلا: لا يجوز الجمع بين دعاوى الملكية ودعاوى الحيازة في صحيفة واحدة، فلا تطلب تعديل الطلبات مثلا بإضافة طلب حيازة في صحيفة دعوى ملكية أو بالعكس، لأن ذلك غير جائز قانون. المهم أنت تطلب من المحكمة تعديل الطلبات إما بتغييرها كلية بإبداء طلبات ختامية مغيرة، بإبداء طلبات جديدة في الدعوة، وإما بتعديل الطلبات الختامية إلى طلبات بنفس الطلب الختامي ولكن بإجراء تعديل عليه، مثل التكليف بأداء مبلغ بإضافة مبلغ آخر إليه ليكون مثلا بديلا من 50,000 ل100,000، أو تعديل الطلبات لتصل إلى الخروج من القيد الخاص بالاختصاص القيمي للمحكمة، أو لتضيف فوائد مثلا. كل هذه الأمثلة على سبيل المثال وليس الحصر، أنت لك أنك تعدل طلباتك الختامية كما تراها، والمحكمة بتستجيب وتؤجل الدعوة لأنك تعلن خصمك بالطلبات الختامية اللي أنت وصلت لها في آخر مرحلة. وممكن تطلب طلب إضافي بندب خبير مختص لتقدير حقوق الطالب أو المدعي اللي انت بترفع عنه الدعوة اللي أقام دعوة لأجلها، وذلك مثل أي صورة من صور التعديل وليس على سبيل الحصر. فيجوز تعديل الطلبات لأي رؤية في الدعوة لتغيير الطلبات الختامية طالما كان ذلك قبل حجز الدعوة للحكم وأمام محكمة أول درجة. ده طبعا شرط اساسي لابد ان احنا نركز فيه، ان قبل حجز دعوى الحكم عدل الطلبات كيفما شئت،
وما ينفعش انك تعدل الطلبات في النطاق الاستئنافي او لما تطلع المحكمه الاستئنافيه في المرحله الثانيه من التقاضي، ما ينفعش تعديل الطلبات، يبقى لازم تعديل الطلبات امام محكمه اول درجه وقبل حجز الدعوه للحكم. ولذلك اوضح انه تعديل الطلبات لابد ان يكون امام محكمه اول درجه وقبل قفل باب المرافعه وحجز الدعوه للحكم، وذلك حتى لا تضيع درجة من درجات التقاضي على الخصم. إذن لا يجوز تعديل الطلبات بأي صورة أو إبداء طلبات جديدة أمام المحكمة الاستئنافية. وعند إبداء طلب التعديل أمام المحكمة في محكمة أول درجة طبعا، تقرر المحكمة تأجيل نظر الدعوة لإعلان الخصوم بالطلبات الختامية الجديدة، لأن صحيفة تعديل الطلبات تعد هي الصحيفة النهائية التي يصدر عنها حكم المحكمة بناء على الطلبات الختامية فيها إما بالقبول أو بالرفض. صحيفة تعديل الطلبات هي ذات الصحيفة الأصلية المرفوع الدعوة بها، ولكن كل ما يتغير فيها هو الطلبات الختامية، على أن توضح في نهاية موضوع الصحيفة سبب تعديل الطلبات وأهمية ذلك في الدعوة، وقبل تحرير الطلبات الختامية ليكون ذلك الربط بين موضوع الدعوة في التعديل وبين الطلبات الختامية التي قمت بتعديلها، إما بتعديل الطلب نفسه الختامي بتغييره أو بإضافة طلب آخر عليه، مثل إضافة طلب التسليم مثلا في الفرز والتجنيب أو الصحة ونفاذ، وده على سبيل المثال وليس الحصر طبعا، ولك إضافة ما تراه إلى طلباتك طالما ذلك كان لمصلحة خصمك وقبل قفل باب المرافعة كما ذكرت سابقا. أعزائي، بكده نكون قد تناولنا اليوم كل جوانب تعديل الطلبات.